بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. نبارك لكم مولد منقذ البشرية صاحب العصر والزمان الإمام الحجة المنتظر سلام الله عليه، سيد الإمام رحمة الله عليه. حينما يتحدث عن هذا الرجل الإمام صاحب العصر والزمان يقول أنه حصارة البشرية، يوصف صاحب العصر والزمان بأنه حصارة البشرية، ولذلك تذيل بهذا الدعاء: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة. هو بحثنا في هذا اليوم سوف نشير إلى بعض الأمور المتعلقة بهذه الدولة التي سوف يقيمها صاحب العصر والزمان. حصارة البشرية يعني جهود كل الأنبياء، جهود كل الأوصياء منذ آدم، منذ بداية البشرية. الأنبياء سلام الله عليهم بالنسبة للصالحين، الأئمة الأطهار، تضحيات الفقهاء، تضحيات الشهداء، تضحيات العلماء، كل أهدافهم هو إقامة دولة كريمة، دولة كريمة. أي كلهم، كل أهداف من النبي آدم سلام الله عليه وانت جاي، هدفهم أن يقيموا دولة العدالة على وجه البسيطة، على وجه الأرض. ولذلك لا تستغرب حينما يتمنى الإمام الصادق سلام الله عليه أن يكون حاضرا في دولة الإمام المهدي، ولا تستغرب أن يكون أمير المؤمنين أو الإمام الحسن أو أحد الأئمة سلام الله عليهم، كل الأئمة، كل الصالحين، كل الأطهار على وجه البسيطة، كلهم يتمنون أنهم يتبركون أن يعيشوا في هذه الدولة، لأن هي تحقق أهدافهم، هي تحقق طموحاتهم، هي تحقق تضحياتهم اللي ضحوا من أجلها طوال هذه السنوات، طوال هذه القرون منذ آدم إلى الخاتم ثم الأئمة الأطهار سلام الله عليهم. أكيد ماكو إمام معصوم تسأله أو نبي من الأنبياء إلا طموح أن يقيم العدل على وجه الأرض البسيطة، يعني مو إلى منطقة محددة أو مدينة محددة أو قرية محددة كما حصل لبعض الأنبياء في منطقة محدودة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إلى جميع البشرية، وهذا مو نقص من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قل ليش ما أقام دولة الحق على جميع الأرض وتقام في دولة الإمام صاحب العصر ابن من أبنائه؟ قد يكون هذا مو نقص في الفاعل، نقص في القابل، الأرضية ما كانت جاهزة. هي بتتبين من الحديث اللي بنتحدث عنه الآن، شلون الأرضية تصير جاهزة. أولا في مواصفات دولة الإمام صاحب العصر والزمان، احنا نقول اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله. كل إنسان يحب الكمال، يعشق الكمال، ومن ضمن الكمال هو العزة. من ضمن الكمال الذي يشدو إليه أي إنسان من البشرية هو أن يكون عزيزاً، أن يكون كريماً. فبالتالي في هذا السياق، في هذا السياق أن أي إنسان، نبي، وصي، الحضور الكرام
من فطرة الإنسان أنه يحب العزة ويحب ما يحصل على العزة والكرامة والكذا إلا بالعزة. كل إنسان يحب هذا الشيء بالنسبة له، ما يحصل الكمال إلا بالعزة، ما يحصل الكمال إلا، ما يحصل السعادة إلا بالكرامة وبالعزة. وبالتالي قضية أنه الإنسان يقيم العدالة على وجه الأرض بأكملها، هذا من العزة، هذا من الطموح، هذا من الفطرة. فطرة الإنسان يحب يقيم العدالة ويقيم كذا. شوف حتى طغاة العالم، بعض طغاة العالم تشوف يحارب، لكن هو باعتبار النظرة السلبية اللي عنده، المفهوم السلبي اللي عنده، يريد يقيم أفكاره وكذا ويقيم العدالة من منظوره هو، مو من منظور اللي هو الأنبياء والأوصياء والصالحين. فهذا جانب فطري، الإنسان يحب العزة، يحب الكرامة، يحب كذا. وبالتالي حتى قضية طموحنا أن نقيم دولة الدولة الكريمة، هذا من ضمن طموحات وفطرة، فطرة الإنسان يحب الكمال. فإذا دولة الإمام الحجة هي دولة الكمال اللي سعوا إليها جميع الأنبياء والأوصياء والشهداء والصالحين، وهذا الأمل الذي نشدو إليه. إحنا نريد نتكلم عن هذه الدولة، شنو مواصفاتها؟ بعدما قلنا اللهم أنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام، أي من مواصفاتها تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك. أكو مواصفات لدولة الإمام الحجة سلام الله عليه، معالم لدولته. أولا أن دولة صاحب العصر والزمان هي دولة عالمية شمولية، يعني على كل الأرض، يملأ الأرض قسطا وعدلا، كل الأرض مو منطقة دون منطقة، إلى كل البشر اللي على وجه البسيطة. إذن دولة الإمام الحجة سلام الله عليه دولة عالمية، تسقط الحواجز القومية وحواجز اللغة. لا تقول هي جايين للعرب أو للإنجليز أو للفرس، لا، في دولة الإمام الحجة تسقط كل هالحواجز، حواجز اللغة، الحواجز الجغرافية، ما في جواز وباسبورت وشغلات، هي الأمور ما تمشي ولا جنسيات. دولة عالمية بأكملها وبكل اللغات وكل جغرافية العالم، يبسط الإمام الحجة سلام الله عليه هذه الدولة وهذه العدالة وهذا القصد على وجه البسيطة. إذن تسقط كل الحواجز اللي إحنا نعايشها في زماننا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر إن الأرض يرثها عبادي، الأرض بأكملها، كل الأرض، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما، كل الأرض، مو قطعة أرض ولا مساحة جغرافية ولا إلى لغة ولا إلى كذا، إلى كل الأرض. هذه صفة من صفات اللي هو الدولة المهلوية. عن الأمير عليه الصلاة والسلام قال: يبعث الله رجلا في آخر الزمان يملأ الأرض عدلا وقسطا ونورا وبرهانا، يدين له عرض البلاد وطولها، لا يبقى كافر إلا آمن ولا طالح إلا صلح. إذن موجهة إلى كل البشرية. هذه صفة ومعلم من معالم وصفة من صفات الدولة المهدوية، دولة الإمام المنتظر سلام الله عليه. معلم آخر أنها إسلامية، صفة من صفاتها أنها إسلامية. بعضهم أشاروا بأنه إذا جاء الإمام الحجة سلام الله عليه يأتي بدين غير هذا الدين. وليش ذهبوا إلى هذا المعنى؟ يتحدثون، ليش ذهبوا إلى هذا المعنى؟ هو يطبق الإسلام الحقيقي، سوف يطبق الإسلام الواقعي، سوف يكون دستور حكومة الإمام الحجة سلام الله عليه هو القرآن الكريم
احنا اليوم فقهاءنا علماءنا احنا سلوكنا في عباداتنا بحسب الحكم الظاهري، بعض الاحكام بالحكم الظاهري وليس بالحكم الواقعي، لكن احنا نتعبد بهذا الحكم الظاهري بحسب ما اشار اليه الائمه الاطهار سلام الله عليهم. فما كان من الفقهاء صائل النفس كذا كذا كذا، يقول اتبعوا الفقهاء وهم حجة وأحكامهم كذلك التي يعطونها إياكم، والفتاوى اللي يعطوكم إياها اتبعوها. لكن هذا الحكم الشرعي الذي يعطيني إياه الفقيه هو حكم واقعي أو حكم ظاهري؟ في بعض أحكام ظاهرية ولكن تقوم حجة علي يعني. إذا ظهر الإمام صاحب العصر والزمان سوف يحكم بالحكم الواقعي عند الله. ولذلك احنا بنستغرب نقول هذا جاي بدين جديد، بعض الاشياء بعض السلوكيات بعض الاعمال احنا نتعبد بها بحسب راي الائمه المعصومين سلام الله عليهم قال اتبعوا الفقهاء فيها. لكن اذا ظهر الامام صاحب العصر والزمان قد تظهر بعض الامور اللي احنا طبيعه الحال نتعبد بها كذا على خلاف ما يظهره صاحب العصر والزمان. لذلك يقول بعضهم يقول سوف يأتي بدين غير، لا هو دين الإسلام والدستور هو القرآن الكريم، ولكن الأحكام الواقعية سوف تظهر في زمان صاحب العصر والزمان. خب أكو أحكام واضحة أشار إليها القرآن الكريم، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة، بعضها الحرمة واضحة في القرآن، الحلية واضحة في القرآن. خب الخمر ما بيجي صاحب العصر والزمان بحل الخمر، لربما بعض الأمور الفرعية وبعض الأمور اللي ما أشار إليها القرآن الكريم أو بعض الروايات الصريحة بالنص من أهل البيت سلام، بعض الأمور الفرعية بيتبين لنا أنها ربما كنا نتبعها في جانب ويأتي الإمام صاحب العصر والزمان يوضحها، فقد تكون مخالفة لما هو يعني نسلكه على مستوى العبادة وعلى مستوى المعاملة في بعض الأمور، يعني لأن بعض الأحكام اللي نتبعها هي أحكام اجتهادية من الفقهاء. إسلامية. الجانب الآخر المعلم الثالث بحسب الروايات الواردة من أهل البيت سلام الله عليهم، الازدهار الاقتصادي في زمن صاحب العصر والزمان دولة الإمام الحجة، يصير حالة ازدهار اقتصادي، روايات واردة، يزول التفاوت الطبقي، لا تقول هذا مليونير وهذا ما في، هذا مليونير وهذا فقير، هاي يزول الجانب الطبقي، يزول الفقر والحرمان في دولة صاحب العصر والزمان، تعم ظاهرة الثراء، الناس يصيرون أثرياء، تعم ظاهرة الثراء أي القروض البنكية تلغى، والغنى لمختلف شرائح المجتمع جميع البشرية، تحسهم ثراء ما عندهم عوز ولا فقر ولا كذا ولا حاجة. القرآن الكريم يشير لآية قرآنية واضحة، ولأنها في دولة الإمام الحجة، لأنها دولة التقوى، لأنها دولة الورع، لأنها دولة القسط، لأنها دولة العدل المردود، القرآن يقول لك من خلال القسط والعدل والارتباط بالله والإيمان، هذا مو فقط في دولة الإمام الحجة، حتى على المستوى الفردي الإنسان المؤمن وعلى مستوى المجتمع المؤمن، لو آمن المجتمع وارتبط بالله وأقام العدل والقسط، يعني يمكن عندنا الآن يعني مثل ما نقول صورة مصداق مصغر دولة إسلامية، تشوف ما شاء الله التطور الاقتصادي والكذا والكذا، تشوف وش الاختلاف، احنا ما نقول كلهم ولا قصد عد كما هو ايام اليوم صاحب العصر والزمان، لكن الناس توجهوا للاسلام، توجهوا للدين، توجهوا لكذا، الله يضفي لهم هذه الخيرات.
في دولة الإمام صاحب العصر والزمان، لأن الأمة بأكملها، البشرية بأكملها تميل إلى القسط والعدل. شوف القرآن الكريم يعطينا هذه المعادلة: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. معادلة قرآنية. هذا مو فقط أيام صاحب العصر والزمان، لكن لأن أيام صاحب العصر والزمان مصداق كامل للقسط، للعدل، للارتباط بالله سبحانه وتعالى، ولوجود قيادة الإمام المعصوم. احنا عندنا بالروايات: لو يرتفع الإمام المعصوم ساعة واحدة عن الأرض أو لحظة عن الأرض لساخت الأرض بأهلها. بل عندنا روايات تقول إن بركات الأرض بأكملها. كل المسيحي واليهودي وكل الديانات البركات من أمطار، من خيرات، هي ببركة وجود المعصوم ووجود شيعة علي بن أبي طالب. عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يخرج رجل من أهل بيتي ويعمل بسنتي، حتى تكون القاعدة لأنه عمل بسنته، وينزل الله له البركة من السماء، وتخرج الأرض بركتها، وتملأ الأرض عدلا، أو تملأ الأرض عدلا كما ملئ ظلما وجورا. ومن يتق الله يجعل له، هذا على مستوى الفرد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ارتبط بالله، اتقي بالله، تنفتح لك مخارج الرزق والبركات والرحمات. فكيف إذا البشرية بأكملها؟ شيء طبيعي الوعد الإلهي يأتي في هذه الحالات. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتنعم أمتي في زمن المهدي عليه السلام نعمة لم يتنعموا قبلها قط. يرسل السماء عليهم مدرارا ولا تدع الأرض شيئا من نباتها إلا أخرجت. هذا في زمن الإمام صاحب العصر والزمان، وهذا مردودها إلى التقوى، مردودها إلى الورع، مردودها للعدل، مردودها للقسط، مردودها لارتباط الناس بالسماء بالله سبحانه وتعالى. معلم آخر وصفة أخرى من معالم دولة صاحب العصر والزمان: الازدهار الثقافي. يعني في دولة صاحب العصر والزمان، أنا قاعد أذكر هالمعالم، يعني المعالم والصفات، صفات الكمال تتسم في دولة الإمام الحج سلام الله عليه، من ازدهار اقتصادي، ازدهار ثقافي، وكل هذه الأمور سوف تظهر في تلك الدولة. عن أبان عن أبي عبد الله الصادق قال: العلم 27 حرفا، فجميع ما جاءت به الرسل حرفان في العلم. شوف الناس تكنولوجيتها وين وصلوا في العلم في كل المجالات. يقول: ما جاءت به الرسل حرفان، فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين، فإذا قام قائمنا أخرج 25 حرفا فبثها في الناس وضم إليها الحرفين حتى يبثها 27 حرفا. يصير ازدهار ثقافي ببركة إلهية، ببركة انتشر العلم. تشوف الحين التكنولوجيا والعلم والتطور، وهذا على حرفين من العلم في دولة الإمام الحج سلام الله عليه 27 حرف، وبالتالي ينتشر الجانب الثقافي. احتفالات لما تخلو من الجمع، وش اسمه الجمع هذه الليلة، احتفالات مناسبات أهل البيت للنساء، ساهموا بما تجود به أنفسكم. صلوا على محمد وآل محمد.
أولا لا يخفى أن الإمام المعصوم سلام الله عليه يعتبر ليلة مولد الإمام صاحب العصر والزمان، يشير الروايات بأنها من أفضل الليالي بعد ليلة القدر. وأنتم تعرفون في ليلة القدر الصدقة بكم؟ الصدقة، الأعمال الخيرية، خدمة المؤمنين، كل أعمال البر تضاعف فيها الحسنات، وفي هذه الليلة تضاعف فيها الحسنات. هناك محل استجابة للدعاء، وهنا محل استجابة للدعاء. ولذلك أنا أشير إلى أنه أي عمل خير، أي عمل بر في سبيل الله من أجل صاحب العصر والزمان، للتقرب بصاحب العصر والزمان، حاولوا تنفقون في هذا الجانب ولا تبخلوا في هذه الليلة. ومن ضمن الأمور الدعاء لإخوانكم المعتقلين، إحنا مدانين لهؤلاء، وإذا بيجيكم نصر في طريق الهدى، في طريق الانتظار على خط صاحب العصر والزمان، ببركة الإنسان المضحي، بركة المجاهدين المضحين الذين يعيشون في تلك الظلمات. إحنا الحمد لله قاعدين يعني في هاي الفرحة وفي هذه الليال، وكل واحد يبارك للآخر، وهناك يجلسون في ضمن الزنزانات، جالسين ضمن يعيشون نفس الهم، هم الانتظار. فبالتالي أيها الأحبة لا ننساهم، هذه الليلة ليلة استجابة الدعاء. صلوا على محمد وآل محمد. عن الإمام الباقر في قضية اللي هو الازدهار الثقافي، كأني بدينكم هذا لا يزال موليا يفحص بدمه بقدمين، ثم لا يرده عليكم إلا رجل منا أهل البيت، وتؤتون الحكمة في زمانه، حتى إن المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله وسنة رسول الله. يوصل بعد الثقافي والازدهار الثقافي حتى المرأة في بيتها تقضي بكتاب الله وسنة، يعني عندها فهم وبصيرة بكتاب الله وسنة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، يعني توصل لمرحلة شنو؟ قدرة الاجتهادية في الفهم، توصل لها المرحلة. المعلم الخامس، أنا هي كلها مقدمة سريعة حتى نعرف أن هذه الدولة اللي يريد يضحي من أجل الإمام الصادق، وضحوا من أجلها أولياء والصالحين، والإمام الحج سلام الله عليه يعتبر عصارة البشرية، هي شنو صفتها؟ إحنا هي سريع، بعدين نتطرق إن شاء الله إلى شيء مهم في هذه الليلة. المعلم الخامس التقدم العلمي الهائل، تقدم علمي. ولذلك قد يتساءل واحد الإمام الحج بشنو بقاتل؟ شنو السلاح اللي يقاتل اليوم صاحب العصر والزمان؟ شنو التكنولوجيا اللي يمتلكها صاحب العصر والزمان؟ عن الصادق سلام الله عليه يقول إن المؤمن في زمان القائم وهو بالمشرق. هذه الحين حاصلة، هي هالأيام حاصلة. إن المؤمن في زمان القائم وهو بالمشرق ليرى أخاه الذي في المغرب، وكذا الذي في المغرب يرى أخاه الذي في المشرق. ويشير يعني لهي الآن الأجهزة، لا يمكن بعد أجهزة متطورة أكثر، حتى أنهم يشيرون أن اليوم صاحب العصر والزمان يتراسل مع قادته 300 وشوي، كله عن طريق وين؟ الكف. ينظرون إلى الكف ويشوفون الأوامر والنواهي، قيد العالم والمعارك كلها من خلال الكف. احنا ما نعرف وش لغتها هذه بعد هالتكنولوجيا. عن الامام الباقر سلام الله عليه، اذا قام القائم بعث في اقاليم الارض في كل اقليم رجلا يقول عهدك في كفك، عهدك في كفك، فاذا ورد عليك ما لا تفهم ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى، يعطيهم العلوم والتوجيهات والأوامر والنواهي كلها من خلال قادته، ينظرون إلى الكف ويقرؤون شنو أوامر صاحب العصر والزمان.
واعمل بما فيها. عن الإمام الباقر سلام الله عليه: إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت بها أحلامهم. يعني إحنا لو نطالع الآن لذلك تقول ليش الرسول صلى الله عليه وسلم أو النبي إبراهيم أو أحد الأنبياء ما أقام دولة هالشكل، دولة فيها شمولية وعالمية؟ لأن الشغلة مو نقص فيه، في القابل، الناس ما كملت العقول. في أيام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لك كم شعر في رأسي، هذا وين هذا عقله وصل؟ هذا وين النبغ اللي عنده؟ اللي يقول لي أمير المؤمنين سلام الله عليه كم شعر في رأسي، ما وصلوا لحالة النبوغ. اسألوني عن طرق السماء والأرض، شوف أسئلتهم هكذا. إذا تبغى تشوف النبوغ، الأطفال اللي قبل 20 سنة اللي في عمر 7 سنوات قيسهم مع أطفال 7 سنوات في هاي الأيام. فإذا صاحب العصر والزمان وقت ظهوره كم بيوصل عقول هالأطفال الصغار أبو 7 سنوات؟ الآن من يسولفون أبو 7 سنوات، أنا قيسهم بعمرنا من يوم إحنا 25 سنة قبل الثمانينات. 20 سنة لا نعرف تكنولوجيا، لا نعرف كذا، الآن يعرفون كل شيء. يعني واضحة عندهم بعض المعالم، حتى بعض الأحكام الشرعية، حتى بعض الأحكام الشرعية تلتقي بعض الأطفال الآن في الأحكام الشرعية وبعض التعاليم وبعض الأمور وأسئلتهم العجيبة في كثير من الأمور. فبالتالي العقول في تطور، وبالتالي قضية دولة الإمام الحجة تحتاج إلى حالة تكاملية، والحالة التكاملية بجهود الأنبياء والأولياء والصالحين وتضحياتنا وتضحياتكم حتى يوصل لهذه المرحلة. يعني كلنا لابد أن نكون في حالة تمهيدية، في عملية تمهيدية لدولة صاحب العصر. الممهد لصاحب الزمان ليس اللي هو القريب من أيام ظهوره. آدم هو ممهد لصاحب العصر والزمان، النبي إبراهيم ممهد لصاحب العصر والزمان، النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم هو كان يشتغل في عملية تمهيد لتلك الدولة، الإمام الصادق، الأئمة الأطهار كلهم يعيشون في العملية التمهيدية لتلك الدولة الكبرى. كل إنسان معتقل، كل إنسان مجاهد، كل إنسان يضحي من أجل إسلامه بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر، هذا مكتوب عند دولة صاحب العصر والزمان في دفتره أن هذا من أنصار. أنصار مو لازم يكون قريب إلى شنو؟ إلى زمانه. كل إنسان يضع الناس على طريق خط صاحب العصر والزمان يكون ممهد ومن أنصار صاحب العصر والزمان سلام الله عليه. من ضمن الأمور الاستمرارية، هذا في إشكالية. دولة صاحب العصر والزمان كم مدتها؟ هذا كثير من الناس يسألنا. وردت روايات 7 سنوات، وردت روايات 40 سنة، عدل؟ كل ملال الخطبة قاعدين ما نقدر نعترض عن فيه. بعضها وردت 70 سنة، بعض الروايات وردت 309 سنين، 309 سنوات. واحد يقول على هالهموم وهالغموم والمعتقلات والسجون، ومن آدم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن النبي محمد حتى هالمتاعب اللي تعبناها كلها حتى نستلد بس 7 سنوات، أذل بس 70 سنة، يعني أقلا شوي نطول فيها. هذه الإشكالية من صفات دولة صاحب العصر والزمان الاستمرارية. ها؟ الاستمرارية مستمرة حتى قيام الساعة. بس لكن السؤال، الإمام صاحب العصر والزمان بيتكون هالمدة بأكملها موجود يقيد هذه الحركة أم لا؟ يقيد الحركة من يوم ظهوره، من يوم يقيم دولته، كم سنة سوف يبقى صاحب العصر؟ هاي الإشارات ب7 سنوات و70 سنة وكذا، هذا العمر الذي سوف يكون صاحب العصر والزمان موجود في هذه الدولة. ولذلك قضية دولة الإمام القائم يعني ليس محسوبة على الإمام المهدي،
إمامنا صاحب العصر والزمان، هي الدولة المهدوية، يعني سوف يأتي مهدي بعد مهدي 12 مهدي يواصلونها حتى شنو؟ حتى قيام الساعة، فهي مستمرة. دولة الإمام المهدي مستمرة، ولكن مهدي بعد مهدي. عن أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام يقول، حين يسأله الراوي عن مدة مكث الإمام المهدي في مسجد السهلة، قلت جعلت فداك لا يزال القائم فيه أبدا؟ قال نعم. قلت فمن بعده؟ قال من بعده مهدي، بعد مهدي إلى انقضاء الخلق. عن أبي بصير يقول، قلت للصادق يا ابن رسول الله، سمعت من أبيك أنه قال يكون القائم 12 مهديا، اسمها دولة الدولة المهدوية، لكن سوف يأتي مهدي بعد مهدي. سمعت من أبيك أنه قال يكون القائم 12 مهديا، قال 12 مهديا، ولم يقل 12 إماما. حتى هنا حخف في حديث، أنا ما أكدها أن هل المهديين اللي بيأتون بعد الإمام المعصوم، بعد صاحب العصر والزمان، هم يتصفون بالعصمة أو لا يتصفون بالعصمة؟ إذن هذا حديث في أخ وعطاء في هذا الجانب. قال 12 مهديا ولم يقل 12 إماما، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا. لكن الشيء الواضح أن دولة صاحب العصر والزمان أو الدولة المهدوية دولة فيها شنو؟ فيها استمرارية إلى قيام الساعة. تبقى قضية الإشكالات في قضية هل الإمام الحجة سلام الله عليه كل هذه الفترة أو لا، يأتي مهدي بعد مهدي، وهذا مهدي بمعنى هل هم معصومين أو غير معصومين؟ هذا حديث موجود. من ضمن المعالم لهذه الدولة، وهذه أشارت لها كثير من الروايات وسمعتونها، لحكومة العدالة، يملأ الأرض قسطا، وعند هذه صفتها، من صفاتها دولة الأمان. إحنا يمكن تكون دول تقيم العدالة لكن ما فيها أمان، يصير لما يصير دولة تقيم العدالة لكن ليس فيها أمان. لا، دولة الإمام الحجة دولة العدالة ودولة الأمان، الإنسان يحس فيها بالأمان. الآن إحنا سوف نأتي، هاي دولة تأسست بجهود ودماء وتضحيات الأنبياء، جهودهم وأتعابهم، أوقاتهم، الأنبياء، الشهداء، شهداء كربلاء، شهداء أحد، شهداء بدر، كلهم لو سألتهم في ذاك اليوم كلهم فيح يخطر ببالهم المهدي سلام الله عليه. ومعروف قضية المهدوية قضية إنسانية، مو قضية فقط خاصة بالشيعة، السنة يحسون بها، يعرفون بهذا الشيء، المسيحيين عندهم هذا الشيء. استبيانات صارت في أوروبا، في بعض دول أوروبا مقدار 90% يعتقدون بظهور شنو؟ منقذ. احنا نسميه الإمام المهدي، هم يسمون شيء آخر، بس قضية الاعتقاد بالمنقذ وبالدولة المنقذة موجودة. هذا حتى في مسوين لهم استبيانات في أوروبا وفي بعض الدول، هم هذا الإحساس الفطري موجود عندهم أن فيه منقذ، وكأنهم متعلقين بأمل سوف يأتي في آخر الزمان. هذه الدولة إحنا وش واجبنا؟ هو هذا السؤال المطروح. دولة بهذه المعالم، بهذه الصفات، ضحوا من أجلها جميع الأنبياء والصالحين والكذا، إحنا شنو دورنا؟ إحنا شنو مسؤولياتنا؟ صفة الإنسان الممهد، صفة الإنسان الذي سوف ينصر صاحب العصر والزمان المنتظر. نسأل السؤال، هل عملية الانتظار هي عملية فردية؟ أن كل واحد يلتفت لروحه وسلوكياته وتقوائيته وتطوير مستواه الثقافي والعلمي والإيماني والكذا حتى يقول أنا منتظر؟ لو القضية تحتاج إلى شنو؟ أكثر من ذلك.
قضية الانتظار، شوف من كلام الإمام المعصوم سلام الله عليه يقول: لو أن أشياعنا وفقهم الله، هذا توقيع من الإمام، توقيع الشريف للإمام صاحب العصر والزمان، يقول: لو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعة على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليوم بلقاء إنا. أول شو الكلام يقول على اجتماع، إذا القضية مو قضية فردية، حتى يظهر صاحب العصر والزمان، حتى تصير عملية انتظار، العملية عملية ليس فرد، هي مسؤولية مجتمع، مسؤولية أمة، مسؤولية مجتمع، مسؤولية أمة عملية الانتظار. ولذلك أيها الأحبة، حتى يكون عملية الانتظار حقيقية ينبغي أن نصنع بيئة منتظرة، نصنع بيئة منتظرة. يمكن واحد يشكل يقول: شنو هاي قاعدين الأطفال يدورون بالشوارع؟ وعلى مر السنوات، على مر الأعوام، هاي الأطفال يمرون من بيت إلى بيت إلى كذا إلى كذا، هذه من ضمن البيئة المنتظرة. البيئة المنتظرة تحتاج إلى عدة برامج، إلى عدة استراتيجيات. نصنع استراتيجية لصناعة بيئة منتظرة للإمام الإمام صاحب العصر والزمان، لأن القضية قضية ليست فردية. أن نصنع أمة منتظرة، مجتمع منتظر، بيئة منتظرة. إحنا ما شاء الله البيئات اللي إحنا نصنعها، نشوف البعض صانع له بيئة في بيته، بيئة رياضية، الولد والأب كلهم هجرة في الرياضة، صانعين بيت بيئة رياضية، والنزاع والصراخ والعويل والكذا، مباريات دولية والجدول عندهم، وناس لهم صانعين بيئة سياسية في بيتهم وفي البرايح وتحت الخيام وفي كل مكان وفي المقاهي، صانعين لهم بيئة سياسية وبيئات مختلفة قاعدين نصنعها، وعندنا قدرة نصنعها. أنا شفت بعض القرى صانعين القرية كلها بيئة رياضية، ما مرة مريت على هالقرية إلا 4 ملاعب 5 ملاعب تشتغل صبح عصر الليل، في لو ما في موجود لو لا، القرية صانعة كل يعني جهالهم صغارهم، حتى الشيبة واقف صوب الجول يصارخ هذا ويرد. اللي عندنا قدرة أن نصنع بيئة رياضية إلى قريتنا، كل القرية نحولها لبيئة رياضية، ونصنع بيئة سياسية ما تدخل في مجلس إلا الكل سياسة. لماذا لا نصنع بيئة منتظرة؟ الطفل يلهج بذكر صاحب العصر والزمان، الأم تلهج بذكر صاحب العصر والزمان، الأب يلهج بذكر صاحب العصر والزمان، الجدران يقرأها الإنسان الوافد يشوفها بيئة منتظرة، المأتم بيئة منتظرة، المسجد بيئة منتظرة، الموكب بيئة منتظرة. نصنع بيئة، احنا نقول دولة عظمى، دولة صاحب العصر والزمان، الإمام الصادق يبكي يتلهف يشتاق إلى هذه الدولة، أمير المؤمنين، الزهراء، أهل البيت، الأنبياء الصالحين يشتاقون لهذه الدولة ويصنعون بيئة في بيتهم. والخطباء يعرفون مو بس صناعة الإمام الحجة، يصنعون عاشوراء في بيوتاتهم، بيئة بيئة البكاء أهل البيت سلام الله عليهم، الشيء اللي تقربهم، هي ضمن خطط يعني، هذا حتى قضية ربطهم بالحسين والبكاء على الحسين هي من ضمن الاستراتيجيات التمهيدية لمن إلى دولة الإمام صاحب العصر والزمان سلام الله عليه. وإحنا الحمد لله الشيعة ما شاء الله مآتم ومساجد، ومن الصبح لليل عندنا بعض المآتم أو بعض البيوتات 365 يوم يقرؤون، عندنا في الدراز وغير الدراز، بعد بعضهم مستمعون حاضرين هنا، بيئة حسينية 365 يوم، وفيها بركات كثيرة. إحنا هذه الدولة حتى أكون منتظر مو عمل فردي، لازم نحول كل مؤسساتنا، كل جمعياتنا، كل مآتمنا، كل مساجدنا، كل حركتنا بيئة منتظرة لصاحب العصر والزمان سلام الله عليه.
هذا حتى يكون مثل ما نقول من الصبح أجلس منذ الصباح إلى الليل أشوف عندي علاقة بصاحب العصر والزمان صلى الله عليه، أحس بوجود صاحب العصر والزمان، أثقف أبنائي من هو صاحب العصر والزمان، كيف أستفيد من صاحب العصر والزمان وهو غائب؟ سؤال أطرحه ولازم أن أجاوبه، أجاوب الأبنائي، أجاوب إلى سيد الإمام رحمة الله عليه، مراجعنا فقهاءنا علماءنا ما كانوا يتخذون خطوة في حاسمة مصيرية في الأمة اللي شوفهم يلتجون للأئمة الأطهار سلام الله عليه. سيد الإمام خطواته الصعبة يرسل حتى تلميذ من تلامذة الإمام الرضا سلام الله عليه في مشهد، إذا بياخذ قرار يتبرك بالإمام الرضا. احنا شفنا حتى المجاهدين يتبركون بقبة الإمام الرضا، هاي العلم مال الفاو خلوه 9 أشهر، أخذوا علم وخلوه على قبة الإمام الرضا 9 أشهر، وهم يخططون بعد 9 أشهر لفتح الفاو، وبعدين حطوه على مسجد الفاو. عندهم إيمان يتبركون باليوم صاحب العصر والزمان بالإمام الرضا بأهل البيت سلام الله عليهم. قضية التبرك بأهل البيت واتخاذ خطواتنا والارتباط بهم في الدعاء في الكذا في النذور، هذه أشياء من صميم علاقتنا بالأئمة الأطهار سلام الله عليهم على اجتماع من القلوب. إذا القضية قضية مو شخص، قضية أمة، وإذا اجتماع على القلوب تحتاج إلى محرك حتى الأمة تمهد إلى دولة صاحب العصر والزمان وتكون مجتمعة على القلوب وتحس باليمن وبركات الإمام وتحظى بلقاء الإمام، فعليها أن ترتبط بالمحرك الذي يجمع هذه القلوب. ومن هو؟ هو الفقيه والقائد الذي يمثل صاحب العصر والزمان. أمة تجتمع على قلوب بدون قائد ما يصير، وإحنا محسودين الشيعة، روحوا طالعوا الأديان الأخرى والمذاهب الأخرى، واحد مشرق بالفتوى، واحد مغرب بالفتوى هالشكل، واحد ضد، 1000 مفتي و1000 قائد. تو قارئ مثلا ما تقول كتاب صفحتين في جسمه تشوف أفت الأمة بأكملها. إحنا محسودين، محسودين لأن عندنا مرجعية تمثل صاحب العصر والزمان سلام الله عليه. وحتى نكون من الممهدين لصاحب العصر والزمان ينبغي أن نرتبط بخط الفقهاء، وخط الفقهاء اللي يحملون خط الأصالة، خط النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خط السماء، مو خط أمريكا، مو ثقافة أمريكا، خط الفقاهة، خط الأصالة، الخط الذي يمثل أئمة الأطهار سلام الله عليهم، حتى نحظى باليمن ولقاء صاحب العصر والزمان. ينبغي أن نرتبط بالفقهاء والمراجع العدول حتى نحظى بذلك، هي ضمن توصياتهم. وإلا اجتماع على القلوب لا يكون بدون قيادة، بدون ربان سفينة. الأمة لا تستطيع أن تجتمع وتتآلف قلوبها إلا لوجود محرك، فقيه، مرجع، وهذا من عناصر النصر. إذا تشوفون انتصارات في دول أخرى لأنهم شنو؟ اتفقوا على قيادة، على مرجعية، على كذا، على خط، بحيث هو اللي يألف قلوبهم. احنا في بلدنا أيها الأحبة، من أراد أن يحقق النص والتمهيد لصاحب العصر والزمان لا يستطيع إلا بالارتباط بخط المرجعية وخط الفقهاء. مو أقعد أنا في البرايح من الصبح الليل اتصالات بالمشايخ وبالعلماء، بل من يطلع من بطن أمه عالم الدين يقرأ له يأذن له في أذونه ويقيم له في الأذان، وإذا توفى يصلي عليه في القبر. يعني من البداية للنهاية كشيوخية وعلماء دين، ويسأل عن الجناب، ويسأل عن الوضوء، ويسأل عن كل صغير وكبير. ومن تجي القضية للدماء والأعراض، لا الفقه هذا ما يفهمون الشغلة. سيستان وش اللي بالسياسة؟ سيد المرجع الفلاني وش اللي بالسياسة؟ العلماء الدين بس بهالشغلة، حتى الأحلام يسألون عنها. شيخ تعرف الأحلام؟ حتى الأحلام يبغون ننصر ابن سيرين، غير الاستخارات، كل صغيرة وكبيرة مدخلين،
حتى لو مو بتخصصنا يعني. لكن من يجي موضوع الدماء، الأعراض، مستقبل الأمة، مستقبل التشيع، مستقبل الكذا، كل واحد صار قائد، كل واحد صار زعيم، كل واحد صار إلى رأي، ويسقط أكبر مرجعية. أنا أتذكر شيخ أحد المشايخ الكبار الخطباء العراقيين كان في إيران، عراقيين كانوا على الضفة الأخرى في العراق، هربوا جو هربوا من الشط العرب ما دون الصوب وجو إيران، وقام يحجوا على السيد الخوي جبان يقولون مرجع وثبت أمام حزب البعث. شوف حزب البعث لو يقدر يطلع من السيد الخوي فتوى، هذا موقف شجاع للسيد العظيم. ساعات ساعات الحكومات الطغاة ما يبغونك من عندك وش اسمه، يبغون لو فتوى لو موقف، ما قدروا يطلعوا من هذا المرجع الكبير 7 سنوات فتوى موقف. وشوف هذا المرجع يقول لك السيد الخوي في بعض الأوقات يقعد لك 20 يوم في سرداب على حساب مسألة فقهية، حتى لا توصلك أنت في البحرين أو في الكويت أو في دول من الدول توصلك مسألة فقهية خطأ، وكل سنتين أو 3 سنوات يراجع رسالة العملية عدل فيها حتى يبرئ ذمته. وإحنا ببساطة بعض سمعنا بعض الأخوة مني نقعد في بعض المجالس ما يخلون لا إمامة ولا يخلون شخصية ولا يخلون كذا ولا يخلون كذا، حتى نرتبط بصاحب العصر والزمان. محتاجين لتقوائية، محتاجين لورع، محتاجين لوحدة قيادة ووحدة أمة، وإلا بنصير مثل عرعور يفتي وذاك يفتي وذاك يفتي وذاك يفتي، بتتشتت أمتنا على شنو؟ على هل إحنا الحمد لله الله موحدين تحت موقع قيادة، ومرجعياتنا على مر التاريخ معروفين. الشيعة الآن كل المذاهب وكل الأديان من ضمن الأشياء اللي يدرسونها في الواقع الشيعي هذه الوحدة وارتباطهم بمرجعياتهم والقرار السياسي الموحد على مستوى العالم. ترى اللي مشي دفة السفينة هو هذولا، وإذا ثلم وإذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء. عدل؟ فأيها الأحبة، الدرس اللي نأخذ هذا اليوم من إحيانا لصاحب العصر والزمان مو فقط البهرجة ولا الفرحة ولا كذا، هذا شيء مطلوب. يفرحون لفرحنا، يحزنون لحزننا. ينبغي أن نكون في ليلة صاحب العصر والزمان ما قبل تلك الليلة أو ما بعد تلك الليلة يكون مختلف عن ما قبل تلك الليلة، على مستوى السلوك، على مستوى الاعتقاد، على مستوى التوجه السياسي، على مستوى الانتماء، على كل المستويات. مثل ما قلنا هذه الليلة ليلة التوبة، ليلة الاستغفار، ليلة الارتباط بالله وبالتبرك بصاحب العصر والزمان. يكون هذه الليلة منعطف في حياتنا وبيجينا منعطف ليلة القدر. عندنا محطات كثيرة روحية ومحطات ثقافية لأهل البيت سلام الله عليهم وللشيعة علي بن أبي طالب، وصلى الله على محمد وآل محمد. يناشدوكم بالجمع الأخوة. أنت تعرف الله.